بص يا جماعه، انت هتحط الاختبار تمام، يا بس في حته انا عايز اركز عليها، ان لما اداني اللي هي جيم كله ب 15، كله ب 15، المهم انا ماسك ال 15 مقسمها على 3 اديني 5، الخمسه دي بتبقى جابت الحته الصغيره دي 5 سم، والميم جيم طبيعي الضمر دين بتبقى 10، طبعا دي 8 بتبقى دي 4، دي 3 بتبقى دي 6. بس هاجي برضو النقطه الثانيه اللي هي ايه، اللي هي الحته بتاعت 9 جذر 12، يعني وقفت ناس منكم 9 جذر 12 اعملها ازاي؟ اذكر 9 جذر 12، انا مش دعوه بالتسعه دلوقتي، ناخد جذر 12 دي نصرف مع الاول، جذر 12 يعني جذر واحد على جذر 3، طب جذر الواحد بواحد، جذر الثلاثه بجذر 3 زي ما هي، نبتدي نقوم عامل لها ايه؟ نضرب في المربع في جذر 3 على جذر 3، ايه اللي هيطلع؟ واحد في جذر 3 بجذر 3، جذر 3 بجذر 3 ب 3، كويس قوي، يبقى كده جذر 12 دي طلعت بايه؟ طلعت بالاجابه دي، جذر 3 على 3، او واخدها اضربها في 9، 9 مضروبه بدل في جذر 12 بقى نقول في جذر 3 على 3. انا ممكن اعملها بالاله بسهوله، بصوا 9 دي تتقسم على 3، دايما ده بيتقسم على 3، اختصر معاك 9 على 3 في 3 جذر 3، هو بصراحه انا لو كتبتها كلها على الاله كانت هتطلع لي 3 جذر 3، بس هو بيبقى عايز يشوف الخطوات دي فين، ايه في الامتحان. طيب صور بس دي كده، انا عملتها كده يا مستر، صح؟ اتكلم عن ده. نعم. انا عملتها كده. لا بس في حد منكم وقف فيها، يعني في حد منكم وقف فيها، انا عارف. طيب بص يا جماعه، انا بتكلم مثلا يعني لو بتكلم عن خطا بيبقى مثلا ايه او حاجه وقف فيها، يعني بعض الناس. بص يا جماعه، قولي بس المايك عشان نعمل فيلم المايك معايا. طيب مريم برضه معلش، بص يا جماعه، العددان المترافقان ده درس سهل جدا جدا فوق ما تتخيل، طبعا ده جبر. هي الفكره ايه؟ ان انا العددين لو انا عندي جذر 5 مثلا زائد جذر 3 بيبقى المرافق بتاعه اسمه ايه؟ المرافق له جذر 5 ناقص جذر 3، يعني هو هو بس من غير اشاره الناس، تمام؟ طب ولو جذر 5 ناقص جذر 3 يبقى جذر 5 زائد جذر 3، يعني عددين شكل بعض بيسموا العدد ده والعدد ده، ما هو ده على بعضه عدد وده على بعضه عدد، بيسموهم العددان المترافقان. طيب العددان المترافقان دول لو سمينا ده مثلا س وسمينا ده ص، لو جه قال لي هات لي س زائد ص بنعمل ايه؟ نجمع زائد جذر 5 ناقص جذر 3. طب انا في التجميع يا جماعه مش انا بجمع الجذور المتشابهه، جذر 5 ده قبل واحد وده قبل واحد، نجمع اللي فيهم جذر 5، واحد وواحد يبقى 2 جذر 5، طب جذر 3 ناقص جذر 3 هيضيعوا مع بعض يبقى الاجابه 2 جذر 5. طب قال لي هات لي س ناقص ص، نكتب الس اهو جذر 5 زائد جذر 3 ناقص ص، ص نكتبه في قوس بقى عشان ايه في قبله ناقص، جذر 5 ناقص جذر 3، ليه؟ لأن السالب دي هتخش تغير الإشارات اللي جوه، هتخش تغير الإشارات اللي جوه، يعني هيبقى المسألة جذر 5 زائد جذر 3، السالب دي هتخش تغير لي ده وتغير لي ده، هتخلي لي ده سالب جذر 5 وده يبقى موجب جذر 3، هتعرف السالب قبل الحاجة بتغير الإشارات، فإيه اللي هيحصل؟ هتلاقي العكس حصل، يعني جذر 5 والله راح مع سالب جذر 5، جذر 3 زائد جذر 3 دي كان قبلها واحد ودي كان قبلها واحد، واحد وواحد يدينا 2 جذر 3، في مشكلة لحد كده؟ طيب لو جه قال لي س ص، س ص يعني اضربهم في بعض، جذر 5 زائد جذر 3 اضربه في جذر 5 ناقص جذر 3، ضربة مفيش بقى بين الأقواس زائد ولا ناقص واحد، احنا عارفين يا جماعة من السنة اللي فاتت إن أنا لما بضرب قوسين في بعض ويكونوا نفس الحاجات، يعني جذر 5 زي جذر 5، جذر 3 زي جذر 3، واحد موجب واحد سالب، كل ما عليا ان بضرب الاول في الاول والثاني في الثاني وشكرا. مش لازم بقى اضرب الوسطين والطرفين والكلام ده. او مش لازم ادخل جذر 5 يضرب في ده ويضرب في ده. وارجع جذر 3 يضرب في ده وده، مش لازم. هو كفايه الاول في الاول والثاني في الثاني.
طب ما انا عارف ان جذر 5 بجذر 5 هيديني 5، وعارف ان جذر 3 بجذر 3 هيديني 3. 5 ناقص 3 يبقى الاجابه 2. في مشكله لحد كده يا جماعه؟ العددين لا مختلفين. انا عايزكم بس تفهموا ان ده عدد، يعني واحد يقول لك ده دول عددين، لا ده عدد على بعض اسمه جذر 5 زائد جذر 3، وده عدد زميله يعني زيه بس مختلف في الاشاره، اسمه العدد المرافق له. طيب تعالوا بقى دلوقتي، ممكن هو يقوم عامل ايه بقى؟ احنا خدنا خدنا الجمع، خدنا الطرح، وخدنا لما ضربناه. القسم بقى اللي هتبقى مشكله شويه، ليه بقى؟ لو جه قال لي اقسم لي بقى س على ص، هنخش بقى في حته ايه؟ مشكله شويه، ليه بقى س على ص يعني ايه؟ دي قسمه، يعني انت عايز تكتب جذر 5 زائد جذر 3 على جذر 5 ناقص جذر 3. واحنا اتفقنا يا جماعه ان ممنوع منعا باتا ان نلاقي جذر في المقام. طب نعمل ايه؟ لما كنت بلاقي دي جذر 5 بس في المقام كده لوحدها، كنت بضرب في جذر 5 على جذر 5، وكنا بنقول ان جذر 5 هو المرافق لده. لكن لما نلاقي بقى جذر 5 ناقص جذر 3 ده كده، بصوا يا جماعه نعمل ايه؟ مطولين الشرطه شويه كده، ركزوا بقى، ونحط دول في اقواس، دول بتوع المساله الاصليه اهو، ده جذر 5 زائد جذر 3 وده جذر 5 ناقص جذر 3. طب نعمل ايه بقى؟ هنكتب عددان مترافقان للمقام. ثانية واحدة، هو المرافق بتاع المقام ده ايه يا جماعة؟ حد يعرف يقول المرافق بتاع ده ايه؟ جذر 5 زائد جذر 3. بس نكتبه فوق وتحت. واحد يقول لك طب ما احنا لو شلنا ده مع ده هترجع المسألة الأصلية. طب أنا مش هشيلهم، أنا حاططهم عشان أشيلهم. فعلا كلامك صح، مش حاططهم عشان أشيلهم. هنبتدي نعمل ايه؟ اللي تحت هيتضربوا بسهولة جدا. ليه؟ لان طالما القوسين شكل بعض، واحد موجب واحد سالب، فانا بضرب الاول في الاول والثاني في الثاني واشوف جذر 5 بجذر 5 ب 5، جذر 3 بجذر 3 ب 3، وبينهم ناقص عشان سالب في موجب ناقص. اللي تحت مفيش مشكله، اللي فوق هو اللي فيه مشكله في حاجه، ان طالما القوسين شكل بعض بس ده موجب وده موجب، او ده سالب وده سالب، لا لازم اضرب بقى الضرب بالطريقه القديمه. ايه الطريقه القديمه؟ هتعمل ايه؟ هاخد جذر 5 اضربها بده واضربها بده. طب جذر 5 في جذر 5 احنا عارفينها من الدرس اللي فات ب 5، جذر 5 في جذر 3 بجذر 15. جذر ما بيتشالش، لما يكون العددين مختلفين ما بيتشالش، احنا لسه قاعدين على اختبار دلوقتي. طب الجذر 5 خلصت، جذر 3 اللي ده هتضرب في ده وده. جذر 3 في جذر 5 هيديني جذر 15، طب جذر 3 في جذر 3 هيديني 3. طب نجمع بقى العمليه شويه، الخمسه دي هتتجمع مع الثلاثه تديني 8. جذر 15 وجذر 15 كان في هنا واحد وفي هنا واحد، بنجمع واحد وواحد يدينا 2، ونكتب جذر 15 واحد. هو تجمعه تقول لي جذر 30، لا احنا بنجمع الاعداد وننزل جذر 15 واحد. حلو قوي، تحت 5 ناقص 3 2. بص يا جماعه عايزكم تعرفوا حاجه، الاثنين دول الحدين دول مقسومين على 2، يبقى لازم مره 8 تتقسم على 2، ومرة 2 جذر 15 بتتقسم على 2. لما يكونوا حدين كده مقسومين على حد واحد، ده مرة بيتقسم عليه وده مرة بيتقسم عليه. طب ما هو 8 على 2 فيها 4، وده الاثنين هتطير مع الاثنين، يتفضل جذر 15. ايه رأيكم، سهلة ولا صعبة؟ سهلة سهلة سهلة. الفكرة إن أنا لما ألاقي جذر في المقام ما ينفعش أسيبه. فبيجي يقوم جايب لي مسألة مشهورة جدا، لازم الاقيها راشقة في اي امتحان. يجيب لي عدد عادي وعدد تاني ايه؟ محتاج مرافق، يعني ما قايل لي كده. يقول لي إذا كان س، أجيبها بأرقام سهلة بقى، بتساوي مثلا، مش لازم كل مرة بقى تيجي جذر 5 وجذر 3، يعني ممكن خليها جذر 5 وجذر 3 بقى. مثلا 2 على جذر 5 ناقص جذر 3 وصاد بجذر 5 زائد جذر 3. بص بقى يا جماعه يقول لي ايه؟ اوجد اول حاجه، يقول لي اوجد س زائد ص، وممكن يطلب مني بقى اي حاجه من الحاجات اللي فاتت، س ص، ساعات يقول لي س تربيع، انه يطلب باقي طلبات.
انا مبدئيا في بدايه المساله يا جماعه ده كده كويس، الصب كده كويس لانها جايه جذور بس في الايه على السطر، مالناش دعوه بالسطر، شغلنا هيبقى على السين. السين دي لازم نكون مظبطها الاول. نظبطها ازاي؟ غزل في المقام يبقى كده مش مظبوط، لازم نظبطها. نظبطها ازاي؟ اهو ونكتبها كده ونعمل مرافق للمقام، يعني نطول الشرطه وجذر 5 زائد جذر 3 جذر 5 زائد جذر 3. طيب ما تضربش الاثنين دي الاول، دي ما تضربهاش دلوقتي، اقول لكم ليه، سيبوها بس دلوقتي. هي ممكن ادخل الاثنين تضرب في جذر 5 و2 في جذر 3، بس انا مش هضربها، سيبوها دلوقتي، اقول لكم ليه. تعالوا اضربوا اللي تحت كده، طالما دول مترافقان يبقى جذر 5 بجذر 5 ب5، جذر 3 بجذر 3 ب3 وبينهم ناقص. بصوا يا جماعه ايه اللي هيطلع؟ في 2 وهنا جذر 5 زائد جذر 3 وتحت في 2. هتبص تلاقي ايه؟ انا كنت عايز اخلي، معلش كنت عايز اخلي دي جذر 5 زائد جذر 3 برضه، معلش هقول لكم اللي خليها كده من بدايه المساله دي كانت زائد، معلش زائد وانا حطيت ناقص ناقص. هتفرق معايا حاجه دلوقتي عشان عايز اوريها. طيب الاثنين دي هتشال مع الاثنين، طلعت في الاخر يا جماعه بجذر 5 ناقص جذر 3. يعني افهم من كلامك ايه بقى؟ ان السين طلعت بتساوي جذر 5 ناقص جذر 3، والصاد كان هو مداري بجذر 5 زائد. هو بقى بيجي في الامتحان يقول لي ايه؟ اثبت ان س وص مترافقان. طب ما هو اذا س وص مترافقان. يبتدي بقى يطلب مني شويه طلبات، يقول لي هات لي س تربيع مثلا زائد س ص. اقول له ما فيش مشكله، نجيب لك، ممكن اجيب س تربيع الاول لوحدها يا جماعه وس ص لوحدها وبعدين اجمعها. اهو س تربيع اجيبها له لوحدها. يعني جذر 5 ناقص جذر 3 الكل تربيع، وابقى اجيب له س ص لوحدها، س ص لوحدها يعني جذر 5 زائد ناقص جذر 3 في جذر 5 زائد جذر 3، وابقى في الاخر اجمعهم الاثنين مع بعض. دي لو جيت افكها يا جماعه بتتفك ازاي؟ لو نفتكر مربع الاول يعني يضرب في نفسه الاول في نفسه ب5، واضرب الثاني في نفسه ب3، وبعدين بضرب الاول في الثاني في 2، الاول في الثاني في 2، يعني هضرب جذر 5 في جذر 3 بجذر 15 في 2 يبقى ب2 جذر 15. بضرب الاول في نفسه الثاني في نفسه الاول في الثاني. طب نجمعها شويه، 5 و3 8 ناقص 2 جذر 15. ما هو ده دول يجمعوا، لكن ده ما ينفعش يجمع معاهم. طب اللي تحت دي سهله، الاول في الاول ب5 الثاني في الثاني ب3 5 ناقص 3. انت عايز مني اجمع س تربيع زائد س ص. المفروض معلش عشان ما عنديش مكان اعمل الخطوه دي لوحدها، ممكن اعملها تحت. س تربيع زائد س ص، طيب س تربيع انا طلعت اجابتها بايه؟ ب8 ناقص 2 جذر 15. عايز اجمعها مع س ص طلعت اجابتها بايه؟ يعني هنجمع الاجابتين زائد 2. لما اجي اجمعهم 8 زائد 2 10 ناقص 2 جذر 15، وابقى خلصت له المساله. بس الفكره من بدايه المساله ان لما الاقي السين جايه مش مظبوطه كده لازم اظبطها الاول، اعمل لها مرافق واظبطها اطلعها على السطر كده. الصاد جايه مظبوطه نسيبها زي ما هي وبعدين نشتغل عليها. سهل يا جماعه ولا صعب؟ سهله سهله ما فيهاش حاجه. طيب ممكن نحل واجب عليها منين؟ اول صفحه في المعاصر، يعني اول صفحه في التمرين في المعاصر ممكن نحل مساله حتى ونسيب مساله. يعني أول صفحة هو تمرين 7. نحل مثلا سؤال، يعني مثلا سؤال واحد فيه 3 مسائل، ممكن ناخد منه مسألة. سؤال 2 فيه 3 مسائل، ناخد منه مسألة كده. نيجي على سؤال 3 نحل، سيب سؤال 4 كده، يعني نحل واحد ونسيب واحد. أوكي يا جماعة؟ ألو؟ أيوة يا مستر. طيب، حلوه برضه وابعتوا لي على الجول. في أي مشكلة مش مفهومة في الكلام ده يا جماعة ولا سهل الدرس؟ لا الدرس سهل. لا مفيش حاجة، ومهم جدا مدى الحياة الدرس ده على الرغم من صعوبته. تمام؟ طيب يا ريت برضه تحلوا تبقى تبعتوا لي الواجب على الجروب. أنا صورته لكم أهو دلوقتي. وعشان بس إيه نبقى أبقى أصححه لكم يعني.
اشوفكم ان شاء الله المره الجايه. سلام عليكم.